معز مدينة الأزهر العاصمة الثقافية للإسلام لأكثر من 1000 عام. كان الناس في مصر يقاومون الذوبان في الثقافة الغربية ويتمسكون بتقاليدهم، وإن كان شأنهم شأن كل العرب والمسلمين يحاولون التكيف مع التقنيات الجديدة التي أتى بها الغرب. السفن الشراعية القديمة تبحر عبر قناة السويس مع السفن البخارية الكبيرة التي تنقل إلى أوروبا خيرات المستعمرات. القدس مدينة الأمان والسلام. في بداية القرن كان الناس في فلسطين يعيشون في أمان واطمئنان في ظل الحكم العثماني، وكانوا غافلين عما يحاك في الظلام في دهاليز السياسات الأوروبية، حيث كانت تدبر المؤامرات لاقتلاع أهل فلسطين وزرع اليهود مكانهم الذين سيستخدمهم الغرب أداة لتمزيق وحدة العرب والمسلمين. ظلت القدس طوال حكم المسلمين لها مدينة مفتوحة يتمتع فيها النصارى بحرية العبادة كما ضمنت لهم ذلك العهدة العمرية. بيروت ستصبح في العقود التالية البوابة الرئيسة للغرب التي تمر عبرها الثقافة الغربية إلى بلدان المشرق العربي، ومركز استعلام للدول الاستعمارية، كما ستغدو بيروت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ستعبر منه البضائع الغربية إلى الأسواق العربية. فبيروت تقع على مفترق الطرق المؤدية من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا. جبل لبنان يمتاز بسفوحه الجميلة وقممه الشاهقة وبالقرى الممتدة على طريق دمشق القديم. اسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية لأكثر من 6 قرون. إنها مدينة أبية رغم التراجعات في إفريقيا والبلقان. ميلانو أيلول عام 1911. الجيش الإيطالي يهاجم أراضي الدولة العثمانية ويحتل ليبيا. باحتلالها لليبيا انضمت إيطاليا إلى صفوف الدول الاستعمارية، وبهذا وقع بلد عربي آخر بين براثن المستعمرين الأوروبيين، وانسلخ جزء آخر عن جسم الدولة العثمانية. كانت الدولة العثمانية تتعرض لهجمة استعمارية أوروبية لتفتيتها والاستيلاء على أراضيها، وخاصة من قبل بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، إلا أن السلطان كان مصمما على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة. عندما نشبت الحرب العالمية الأولى تحالفت الدولة العثمانية مع ألمانيا، وخاضت معارك في البلقان وروسيا والعراق وسيناء وفلسطين. ففي العراق نزلت قوات بريطانية بالقرب من شط العرب واستولت على مدينة البصرة، ولكنها لقيت مقاومة شديدة من قبل القوات العثمانية والقبائل العربية في المنطقة. الروس يعملون على حماية حقول النفط في أذربيجان الغنية بالنفط تحسبا لثورة سكانها المسلمين. في العراق الجيش العثماني يهزم البريطانيين في معركة الكوت عام 1916، ولكن الجيش البريطاني شن هجوما جديدا بعد وصول تعزيزات كبيرة من الهند وألحق هزيمة بالقوات العثمانية. البريطانيون يعبرون نهر الفرات ويدخلون بغداد عام 1917، ويستعرض الإنجليز قواتهم في مدينة يلفها الصمت والحزن، ويدعو العلماء المسلمون الناس للثورة على المحتلين البريطانيين، ويتصدى أهل العراق لهذا الاحتلال، وتتكبد بريطانيا خسائر كبيرة قبل أن تتمكن من إخماد الثورة.
ويجبر المحتلون الإنجليز العراقيين على القيام بأعمال السخرة مثل حفر الخنادق لهم. وتتمكن بريطانيا من خداع العرب بواسطة ظهورها كحليف لهم. في المنطقة الغربية من الجزيرة العربية أصبح الأمير فيصل قائدا لقوات الثورة العربية التي أعلنها والده الشريف حسين بن علي على الدولة العثمانية بهدف نقل الخلافة من الأتراك إلى العرب. وقد جاء البريطانيون ليقدموا المساعدات والوعود الكاذبة التي حملها الكولونيل لورانس والذي اشتهر باسم لورانس العرب، ووعدوا بمساعدة الشريف حسين في إقامة مملكة عربية في حال انتصار الحلفاء في الحرب على أن تشمل بلاد الشام والعراق والحجاز. ولكن بينما كان الأمير فيصل يقوم بتجميع قواته توصلت بريطانيا وفرنسا إلى اتفاقية سايكس بيكو التي تم بموجبها تقاسم المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والخليج العربي. والأسوأ من ذلك أن وزير الخارجية البريطاني اللورد بيلفور أبلغ قادة الحركة الصهيونية بأن حكومته تؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ويحاول العثمانيون طرد البريطانيين من مصر ومنطقة قناة السويس، ولكن هجومهم لم ينجح. ويقوم الجيش البريطاني بهجوم انطلاقا من الأراضي المصرية حيث يستولي على غزة ويتجه نحو القدس بقيادة الجنرال ألمبي. القوات العثمانية تدافع دفاعا مجيدا عن القدس ولكنها تخسر المعركة. وبعد هزيمة القوات العثمانية المدافعة عن المدينة دخلت القوات البريطانية إلى القدس في 11 من كانون الأول عام 17، وأقام الإنجليز استعراضا عسكريا شاركت فيه قوات رمزية من فرنسا وإيطاليا. ثم يدخل الجنرال ألمبي المدينة المقدسة في موكب رسمي ويسير في أعقابه ضباط فرنسيون. وقد بدأ الإنجليز فور احتلالهم لفلسطين بتهيئة الأوضاع في البلاد لزرع اليهود فيها، ولم يغادروا فلسطين إلا بعد أن تم لهم ذلك. قوات الحلفاء تنتصر في البلقان على البلغار حلفاء الألمان، وتخسر الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وتوقع على اتفاقية مودروس لوقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 18 وتستسلم للحلفاء. ويدخل الجنرال الفرنسي فرانشيه ديسبيري اسطنبول. باريس تستضيف مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى. ديمانسو رئيس الوزراء الفرنسي يرحب بالرئيس الأمريكي ويلسون الذي جاء للمشاركة في مؤتمر الصلح في فرساي، حيث كان دخول أمريكا الحرب عاملا حاسما في انتصار الحلفاء. وقد وصلت عدة وفود عربية إلى باريس للمشاركة في مؤتمر فرساي، وكان من بينهم الأمير فيصل الذي وقع في 6 من كانون 2 عام 1920 اتفاقية مع كليمانسو لإقامة مملكة عربية تكون عاصمتها دمشق. والأمر الذي لم يكن يدركه الأمير فيصل في حينه أن القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو كانت قد احتلت بيروت قبل ذلك بشهر ونصف الشهر، ثم احتلت دمشق حيث وقف غورو أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وقال قولته المشهورة: ها قد عدنا يا صلاح الدين. في نيسان عام 1920 ينعقد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا، ويتم انتداب فرنسا لحكم سوريا وانتداب بريطانيا لحكم العراق وفلسطين. إنه احتلال من نوع جديد اسمه الانتداب، وهو يتم باسم عصبة الأمم. وطبقا لمبادئ العصبة يتعين على الدولة المنتدبة
أن تحضر البلد المحتل للاستقلال. القوات البريطانية التي احتلت سوريا ولبنان منذ عام 1918 تنتقل الآن إلى العراق وفلسطين. الجنرال غورو يلتقي الأمير فيصل في بيروت ويطلب منه حل حكومته في دمشق ومغادرة سوريا. وكانت القوات العربية قد هزمت على أيدي الفرنسيين في معركة ميسلون عام 20، ولكن عاصفة الثورة أخذت تهب الآن من روسيا البلشفية. لينين يحرض الشعوب المستعمرة أن تثور على الدول الاستعمارية الرأسمالية، ومنحت الثورة الشيوعية الشعوب المستعمرة في بلاد الفولغا والقفقاس وتركستان ومعظمهم من المسلمين حقوقهم الوطنية، وذلك في محاولة لتحريض الشعوب الأخرى ضد الاستعمار الأوروبي. وفي هذا السياق انعقد مؤتمر شعوب الشرق في باكو بالاتحاد السوفيتي في أيلول عام 20، لكن هذه المحاولات السوفيتية لم تلقى أذنا صاغية بين الشعوب العربية والإسلامية. في الجزيرة العربية يقوم عبد العزيز ابن سعود بتوسيع حدود إمارته، ويدخل مكة عام 1924، وبعد 10 سنوات ضم منطقتي عسير ونجران. في آسيا الصغرى تنتهز اليونان فرصة ضعف الدولة العثمانية، وتحتل عام 19 مدينة إزمير الساحلية وتتقدم نحو الداخل، وترتكب المجازر ضد المسلمين، ولكن القوات العثمانية استجمعت قواها وطردت القوات اليونانية عام 22 من إزمير، وطردت القوات الفرنسية التي كانت دخلت قليقيا في جنوب البلاد. ويبرز في هذه الفترة جنرال تركي يدعى مصطفى كمال أتاتورك، قيل إنه من يهود الدونما الذين تظاهروا بدخول الإسلام، وأصبح كثيرون منهم ضباطا في الجيش العثماني، وأخذ أتاتورك ينازع السلطان على الحكم. وبعد هزيمة القوات اليونانية يتوصل الجانبان إلى اتفاقية هدنة في مودانيا، والتي كانت بمثابة إعلان عن هزيمة اليونان. وتضطر الجالية اليونانية الكبيرة في إزمير إلى الهرب، وتقوم اليونان بطرد الأتراك من أراضيها. في إسطنبول ممثل الحكومة التي شكلها أتاتورك يدخل المدينة ويبسط سيطرة أتاتورك عليها، ويطلب من سكانها الانصياع لسلطته وأوامره. وأجبر مصطفى كمال أتاتورك السلطان محمد السادس آخر سلاطين بني عثمان على مغادرة البلاد. ثم قام أتاتورك بإلغاء الخلافة، وأعلن قيام جمهورية علمانية، وبأن تركيا يجب أن تصبح جزءا من الغرب، ثم تولى الرئاسة واتخذ من أنقرة عاصمة له. وما حدث في تركيا يتكرر في إيران، حيث أوصلت التدخلات البريطانية البلاد إلى حالة من الفوضى الاجتماعية والسياسية والإدارية والمالية. وقد دبر الإنجليز عام 21 انقلابا عسكريا أطاح بالشاه أحمد آخر سليل لأسرة قاجار، والتي حكمت إيران منذ عام 1794، وتولى الحكم بعده رضا خان، وبذلك بدأ حكم أسرة بهلوي. وفي فلسطين تواصل بريطانيا جهودها في تنفيذ وعد بلفور بزرع اليهود فيها لإقامة إسرائيل، حيث فتحت أمامهم أبواب البلاد للهجرة، وسهلت لهم الاستيلاء على الأراضي
ولكن أهل فلسطين ما لبثوا أن أحسوا بالخطر الداهم وأخذوا يستعدون لمواجهة الغزاة. مصر ما تزال ترزح تحت نير الاحتلال والسيطرة البريطانية منذ عام 1882، رغم أنها ظلت رسميا جزءا من الدولة العثمانية حتى عام 1914، وتعم البلاد حركة وطنية تطالب برحيل الإنجليز. وكانت سعد زغلول الذي أسس حزب الوفد عام 1918 أحد رموزها، فذهب لحضور مؤتمر فرساي عام 19، إلا أنه لم تتح له الفرصة لعرض قضيته. ثم توجه سعد زغلول إلى لندن للمطالبة بقدر أكبر من الاستقلال، وعاد إلى مصر عام 21. وتحت ضغط المطالب الشعبية وافقت بريطانيا على منح مصر استقلالا منقوصا عام 22، ويتم عام 24 تبني دستور جديد لمصر على نمط غربي، ويفوز حزب الوفد بالانتخابات. ويطلب الملك فؤاد من سعد زغلول تشكيل حكومة برلمانية، وتسقط الحكومات المصرية الواحدة تلو الأخرى وهي تحاول عبثا الحصول على تنازلات من بريطانيا. عام 36 وافق الإنجليز تحت ضغط الاحتلال الإيطالي للحبشة على توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية، ولكن احتلاله مستمر. في العراق يصبح الأمير فيصل بعد مغادرته سوريا ملكا على البلاد التي تخضع للانتداب البريطاني. شقيقه الأمير عبد الله يحكم شرقي الأردن الذي كان يخضع للانتداب البريطاني أيضا. النفط يكتشف في العراق قرب كركوك، وتقوم شركة بترول العراق بمد أنبوب نفط إلى طرابلس في لبنان وإلى حيفا على الساحل الفلسطيني، ولكن أكبر حقول النفط توجد بالقرب من سواحل الخليج العربي الذي يخضع لهيمنة الأسطول البريطاني. دولة لبنان الكبير يتم إعلانها في أول أيلول عام 20، ويتم تعيين الجنرال الفرنسي سيريل مندوبا ساميا عام 25، وهو العام الذي شهد اندلاع ثورة في سوريا ضد الاحتلال الفرنسي. بدأت الثورة في جبل الدروز وامتدت إلى دمشق وسائر أنحاء البلاد. كان الثوار يطالبون بالاستقلال عن فرنسا وقيام دولة سوريا الكبرى العربية وإجراء انتخابات نزيهة وإنشاء جيش وطني. ويستخدم الفرنسيون أساليب وحشية لقمع الثورة في سوريا، ومن ذلك مثلا قصف دمشق بالمدفعية والطائرات. وبعد الثورة تصبح فرنسا أكثر استعداداً للإصغاء لمطالب السوريين، لذلك يتم استبدال الجنرال سيريل بالسيناتور هنري دي جافينيل، ويتم التفاوض بشأن المعاهدة السورية الفرنسية في باريس، ثم جرى التوقيع عليها في 9 أيلول عام 36. ويوقع المعاهدة من الجانب الفرنسي بيير فينو بحضور رئيس الوزراء الفرنسي ليون بلوم. ويوقع هاشم الأتاسي عن الجانب السوري. وصادق البرلمان السوري على المعاهدة، ولكن البرلمان الفرنسي لم يفعل ذلك. وفي شرق الأردن يتم إنشاء الفيلق العربي. أما فلسطين فإنها ستكون عما قريب مسرحا للمآسي والنكبات بسبب استمرار البريطانيين بجلب اليهود وزرعهم في البلاد. المهاجرون اليهود القادمون من أوروبا يتوسعون في إنشاء مستعمرات زراعية، وكان أثرياء اليهود الإنجليز ينفقون على هذه المستعمرات أموالا طائلة لاستخدامها في الوقت المناسب كقواعد عسكرية لاغتصاب فلسطين. وقد مكنت بريطانيا اليهود من فلسطين عن طريق جلبهم بأعداد كبيرة
ومنحهم الأراضي وتدريبهم وتسليحهم والعمل في الوقت نفسه على إضعاف الفلسطينيين من خلال تدمير البنية الاقتصادية لديهم وتجريدهم من السلاح ومنعهم من تنظيم أنفسهم. كان مصدر القوة الرئيسي لليهود هو الإنجليز، ولترسيخ وجودهم في فلسطين أقام لهم الإنجليز الجامعة العبرية في القدس التي افتتحها اللورد بيلفور وزير خارجية بريطانيا. ومع وصول هتلر إلى السلطة في ألمانيا ازداد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين نتيجة الاتفاقية المعروفة بين الحركة الصهيونية وحكومة ألمانيا النازية، والتي سمح بموجبها ليهود ألمانيا بالهجرة إلى فلسطين وأخذ ممتلكاتهم معهم. مؤامرة بريطانيا لزرع اليهود في فلسطين واجهت مقاومة من الشعب الفلسطيني، وكان الحاج أمير الحسيني ممن تصدروا لقيادة العمل الفلسطيني. وقامت في فلسطين ثورات متتالية اندلعت أولاها عام 21، وكانت أشدها ثورة عام 36 التي حاربت اليهود والإنجليز معا ونجحت في خفض عدد المهاجرين اليهود. وتعزز بريطانيا قواتها لقمع الثورة، وتبدأ في هذا الوقت بإبراز فكرة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. في القاهرة يموت الملك فؤاد عام 36، ورغم مضي 9 سنوات على وفاة سعد زغلول عام 27، إلا أن حزب الوفد ما زال الحزب الحاكم في مصر. وبعد الملك فؤاد يتولى العرش ابنه الملك فاروق. وفي هذه الأثناء حصلت مصر على معاهدة جديدة من بريطانيا، لكن الاحتلال استمر، وكذلك تدخل الإنجليز في الشؤون الداخلية للبلاد. مصطفى النحاس رئيس الوزراء وقع المعاهدة عن الجانب المصري. كسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة المكرمة كل عام حسب التقاليد المتبعة. وما زال الوجود العسكري البريطاني على حاله رغم معاهدة 36، وتركزت القواعد البريطانية في منطقة قناة السويس. بريطانيا تزداد خشيتها من الطموحات الاستعمارية لإيطاليا الفاشية، وكان احتلال إيطاليا للحبشة بمثابة تهديدا للمصالح البريطانية في كل المنطقة، فأصبحت إيطاليا تهدد وجود بريطانيا في السودان وأعالي النيل، وكذلك طرق مواصلاتها عبر البحر الأحمر. موسوليني يزور ليبيا إثر تصاعد الثورة بقيادة المجاهد عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا. كان موسوليني قد بدأ يظهر أطماعا استعمارية في تونس. أعضاء حركة القمصان الخضراء المؤيدة للفاشية في مصر يؤدون التحية العسكرية الفاشية أمام الأهرامات، وقد شهدت هذه الفترة تنافسا شديدا بين القوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لإيجاد حركات سياسية مؤيدة لها داخل مصر. ومن أجل ذلك أنشأت تلك الدول إذاعات موجهة باللغة العربية. جوبلز وزير إعلام هتلر يزور مصر في أوائل عام 39. في فلسطين تتصاعد الثورة ضد بريطانيا وضد الصهيونية. بريطانيا تظاهرت بعدم الرغبة في إثارة العرب عشية الحرب العالمية الثانية، فأصدرت الكتاب الأبيض الذي اقترح خفض الهجرة اليهودية وإقامة دولة واحدة في فلسطين. ولم يرحب اليهود بالكتاب الأبيض لأنه قيد هجرتهم.
جابرييل بو يصبح مندوبا ساميا لفرنسا في بيروت، وبحلول أوائل عام 39 لم يكن البرلمان الفرنسي قد صادق بعد على اتفاقيتي استقلال سوريا ولبنان لعام 36. كانت مهمة بو تتمثل في إعداد البلاد للحرب المقبلة وحماية أنابيب النفط. فرنسا تقتطع لواء الإسكندرون من سوريا وتمنحه إلى تركيا كوسيلة لضمان حياد تركيا في الحرب. ومع بدء الحرب العالمية الثانية في أوروبا اشتد تنافس الدول الاستعمارية للسيطرة على موانئ شرقي البحر الأبيض المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية. الجنرال الفرنسي ويجاند قائد الأسطول الفرنسي في المتوسط يستدعى إلى فرنسا فجأة في أيار عام 40 لمواجهة الهجوم الألماني، لكن فرنسا فشلت في التصدي للقوات الألمانية ووقعت البلاد تحت الاحتلال النازي، ويقبل الجنرال ويجاند الهدنة ويصبح واحدا من الوزراء في حكومة فيشي المتعاونة مع الألمان والتي رأسها بيتان والتي تسيطر الآن على سوريا ولبنان. ألمانيا النازية تسعى لكسب موطئ قدم لها في منطقة شرق المتوسط، فتستولي على جزيرة كريت في ربيع عام 41، ويستخدمون الجزيرة كقاعدة لدعم قوات روميل في ليبيا. في أيار عام 41 سمحت حكومة فيتشي للطائرات الألمانية باستخدام القاعدة الجوية الفرنسية في حلب بسوريا من أجل دعم ثورة رشيد علي الكيلاني رئيس وزراء العراق ضد بريطانيا، إلا أن وصول تعزيزات بريطانية كبيرة من الهند أفشل ثورة الكيلاني. كما تدخل الفيلق العربي بقيادة الإنجليز كلوب باشا، وكانت الحكومة العراقية برئاسة الكيلاني قد انتهزت فرصة الحرب لمحاولة التخلص من الوجود البريطاني، وهجم الجيش العراقي القواعد البريطانية وخاصة في الحبانية وأنزل بها خسائر كبيرة. وبعد ذلك استقر الوضع في العراق لصالح بريطانيا. سوريا ولبنان ما تزالان في قبضة القوات الفرنسية الموالية للألمان. في الثامن من حزيران عام 41 تنضم القوات الفرنسية التابعة للجنرال ديغول إلى القوات البريطانية لمحاولة انتزاع سوريا ولبنان من سيطرة قوات حكومة فيشي. كانت هذه حرب بين الفرنسيين المؤيدين لديغول والفرنسيين المؤيدين لبيتان. وخلال هذه المواجهات بين جيش ديغول وجيش بيتان تعرضت مدينة بيروت للقصف ولحق بها دمار كبير. ونظرا لإدراكه لمطامعها فقد قاوم ديغول بشدة مساعي بريطانيا للسيطرة على سوريا ولبنان، وأصر على أن تحتفظ فرنسا بالبلدين حتى نهاية الحرب. فاعترف ديغول بالحكومتين السورية واللبنانية لقطع الطريق على بريطانيا. في الرابع عشر من تموز عام 41 يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بموجبه للقوات الفرنسية الموالية لحكومة بيتان بالانسحاب من سوريا ولبنان وبالإبحار إلى مرسيليا تحت إشراف قوات أسترالية. في عام 41 الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين يغادر بغداد التي كان منفيا فيها منذ عام 39 ويتوجه لمقابلة هتلر، وخلال وجوده في ألمانيا كان يوجه نداءات إلى العرب عبر إذاعة برلين باللغة العربية للوقوف إلى جانب ألمانيا.
في هذه الأثناء يتمكن رومل ثعلب الصحراء من تحطيم هجوم بريطاني مضاد في ليبيا، وبعد أن يعيد تجميع قواته يشن رومل هجوما بواسطة الفيلق الإفريقي فيصل إلى طبرق ثم مصر وتتبعه القوات الإيطالية. القوات الفرنسية التابعة لديغول تواصل القتال إلى جانب بريطانيا وتستولي على واحة الكفرة في ليبيا. وفيما كانت القوات الألمانية تتقدم في عمق إفريقيا وتدحر القوات السوفيتية إلى الوراء نحو القفقاز، إذا بديغول يطير إلى سوريا ولبنان في آب عام 42 ويقوم بزيارة لمدينة حماة التي يمر بها نهر العاصي. الجنرال ديغول يستعرض قواته في سوريا ولبنان، وبعد ذلك يذهب لمقابلة رئيس الجمهورية اللبناني ألفريد دقاش. كان ديغول يأمل من وراء زيارته استمالة السوريين واللبنانيين وهو يخوض معركة يائسة لتحرير بلاده فرنسا من الاحتلال النازي. وبعد أن تخلصت من الاحتلال الألماني حاولت فرنسا التملص من وعودها منح سوريا ولبنان استقلالهما الكامل. مسحوق الغسيل سنتو 2000 يتغلغل في الأقمشة والمنسوجات. ألو عن سنتو 2000؟ قلت له حكوا إيه؟ ما حقولش. الكل مسرور بطعامي بمذاقه الشهي وطعمه الذي لا يقاوم. هم لا يعلمون أن السر هو ميزو زيت الذرة الفائق النقاوة. أنا فقط أطبخ وميزو يكتب الطعام المذاق الطيب. ميزو زيت ذرة صحي خفيف على المعدة، يستعمل هنا وهنا وهناك. ميزو زيت الذرة المثالي لصحة الأسرة. أنا أطبخ وميزو يكتب الطعام المذاق اللذيذ. ميزو يا ميزو. مونتجمري يتولى قيادة الجيش الثامن البريطاني في مصر وتمكن من وقف تقدم القوات الألمانية على بعد 100 كيلومتر غربي الإسكندرية. معركة العلمين في 22 من تشرين أول عام 42 تعتبر نقطة تحول في مجرى الحرب. رومل يمنى بالهزيمة ثم يأخذ في التقهقر حتى يصل إلى تونس. كان جيش رومل يعاني من نقص حاد في الذخائر والوقود، لذلك لم يستطع الصمود أمام القوات البريطانية التي كانت تتلقى سيلا من الإمدادات لا ينقطع. في هذه الأثناء تدخل أمريكا الحرب إلى جانب بريطانيا وتهبط قواتها في شمال إفريقيا ثم في إيطاليا. في إيران الشاه رضا يقيم اتصالات مع ألمانيا النازية، الأمر الذي أثار عليه بريطانيا، فأرسل الإنجليز تعزيزات عسكرية إلى قواتهم في إيران من الهند. كان الشعب الإيراني يعارض دخول القوات الأجنبية. الدبلوماسيون والقناصل الألمان يغادرون إيران، والإنجليز يجبرون الشاه رضا خان على التنازل عن العرش عام 41. ولكن كان على البريطانيين أن يواجهوا حليفا منافسا، إنه الجيش الأحمر السوفيتي الذي قام بغزو شمال إيران. ويلتقي الجيشان البريطاني والسوفيتي وجها لوجه على أرض إيران، ولكن السوفيت مشغولون الآن بما